شارك المركز الوطني للقياس والتقويم في المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالي 2013 للميلاد، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 6 إلى 9 من جماد الآخرة 1434 من الهجرة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض. وكانت مشاركة المركز بجناح خاص يهدف إلى تعزيز ثقافة القياس والتقويم والتعريف بأهمية المركز ومنتجاته للمستفيدين من الاختبارات التي يعقدها المركز والإجابة على تساؤلات واستفسارات الزوار. المركز الوطني للقياس والتقويم يعني مشاركته طبعا تجي من ناحية واجب أولا، ثانيا المشاركة أيضا مع هالتظاهرة الكبيرة في 450 جامعة محلية وعالمية، فرصة للمركز أنه يعرض ما لديه ومن منتجات أولا، وأيضا من مشاركة في رفع مستوى التعليم العالي، وأيضا يعرفون الجهات الأخرى خارج المملكة يعني المستوى اللي وصلت له المملكة من ناحية تقييم مدخلات التعليم العالي وأيضا تقييم مخرجات التعليم العالي. فكثير من المشاريع كلها طبعا أغلب المشاريع اللي يقوم بها المركز كلها تعنى بالتعليم العالي وبالجامعات، فهذه فرصة طيبة أو مناسبة جدا للعرض هذا. وقدم المركز عبر جناحه الخاص مسابقة للزوار عبارة عن اختبارات تجريبية للقدرات عبر الحاسب الآلي، شارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة، يقدم بعدها للفائزين جوائز قيمة بهدف خلق روح المنافسة بين زوار الجناح، وليتعرف ويقيس المشاركون قدراتهم. مثلا نمط الأسئلة، المدة، شكل الأسئلة، يعني أنا طريقتي أنا في الحل، أتأخر كذا، يحتاج تدريبات يعني. نعم طبعا أكيد، يعني ممكن يزيد الثقة بالإنسان إن هو مثلا عرضوا له أسئلة على الإنترنت، يشوف مثلا النماذج ويحل عليها، يعني ممكن إذا لو ممكن يروح الاختبار يحصل نفس النمط أو شيء يسهل عليه الحل أو الفهم. كانت أسهل وأمتع وكانت سلسة، يعني ما كان في صعوبة التنقل بين سؤال سؤال. والله هو يكون تجربة جيدة للطالب إنه يكون عنده خلفية من أول، بالنسبة إذا دخل جامعة أو يبغى يتوظف يدرس دراسات عليا تكون فرصة كويسة لأنه يختبر اختبار من قبل ويكون عنده خلفية. هذا وقد زار الجناح أكثر من 5000 زائر وزائرة خلال أيام المعرض، ووزعت عليهم حقائب تحوي نشرات وإصدارات تعريفية بالمركز وأعماله. أنا سررت بما يعني رأيت ومن المتابعين في هذه الوزارة للتطور اللي حاصل في قياس و ما وصلت إليه الاختبارات القياس والاختبارات المهنية الآن، وأصبح هذا المركز ليس مركزا وطنيا بل مركزا إقليميا تستفيد منه كثير من الدول العربية الآن ودول الخليج، وهذا شيء نفخر فيه. يعني شكر لرئيس المركز سمو الأمير فيصل وزملائه، ونعتقد أنه المراحل اللي وصلت لها المركز يعني أصبحت مراحل ولله الحمد متقدمة. ويشارك في هذا المعرض كل عام عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ندوات يلقيها عدد من المختصين والقيادات في التعليم العالي من 37 دولة. المركز القياس يبذل جهود كبيرة جدا، وأعتقد أنه وفر على الدولة كثير من الملايين، ووفر على الأسر أيضا كثير من فشل أبنائهم في تخصصات يعني يمكن هو يختاره وهو ما هو متخصص فيه. فكثير من الناس ما يعرف وش الأهداف السامية لاختبار القدرات، هو عدم الهدر سواء ماليا أو اجتماعيا، لأن الطالب لما يروح للطب وهو غير قادر أو يروح للهندسة أو الحاسب ثم تتفاجأ الأسرة أنه ينعكس سلبي. فالاختبار القدرات يساعد على توجيه الناس حسب قدراتهم وتخصصاتهم. نحن بحاجة أن نوعي الجمهور بأهمية ما يقوم به مركز قياس من خدمات للتعليم العام والتعليم العالي ولبقية مؤسسات الدولة. فمن خلال هذا المركز استطعنا أن نضبط كثير من إجراءاتنا في تحديد تأهيل كثير من الداخلين في مجالات العمل المختلفة وفي التعليم العالي كذلك. أعتقد أن جامعة المجمع شأنها شأن أي جامعة سعودية تستفيد من تجربة حقيقة المركز الوطني للقياس، لأننا نريد فعلا أن نعين الطالب على أن يختار التخصص الذي يتناسب مع قدراته.
فالبعض قد ينظر لاختبارات القياس على أنها مهمة أو عقبة، وأنا أعتقد العكس، هي حقيقة حافز للطالب على أنه يتعرف على إمكانياته قبل أن يلتحق بالقسم العلمي، من أجل لا قدر الله أنه ما يلتحق بالقسم العلمي لا تؤهل قدراته على الاجتياز.